تعليمات مهمة من التعليم بشأن امتحانات أولى وتانية ثانوي الترم الثاني. مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة. خلاص امتحانات الترم الثاني على الأبواب، وأيام قليلة جدا بتفصلنا عن عقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب صفوف النقل، واللي من المقرر إنها تعقد في 6 مايو المقبل. وعلشان كده وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت عدة تعليمات مهمة بشأن تنظيم أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة العربي والمدارس الخاصة لغات للعام الدراسي الحالي. طب إيه هي بقى التوجيهات المهمة اللي أصدرتها وزارة التربية والتعليم علشان امتحانات الترم الثاني لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي؟ تعالوا نقول لكم التفاصيل. أول حاجة الالتزام الكامل بمواعيد عقد الامتحانات بدءاً من يوم السبت الموافق 6 مايو المقبل. كمان عدم عقد أي امتحانات خارج المواعيد المحددة للجداول الرسمية في أي محافظة أو أي إدارة تعليمية. الامتحان الإلكتروني هو الامتحان الأصلي لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي. عدم اللجوء إلى الامتحان الورقي في بداية الامتحان الإلكتروني إلا في حالة الضرورة القصوى التي تدعو لذلك. تحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائي التطوير التكنولوجي حال حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الامتحان ضماناً لحق أي طالب. إجراء الامتحان الورقي لطلبة المنازل والطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء الامتحان إلكترونياً. كمان هتعقد الامتحانات ورقية لطلاب الدمج بذات مواعيد أقرانهم طبقاً للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل أعاق. إضافة لذلك ممنوع اصطحاب التليفونات المحمولة أو كاميرات التصوير أو أي وسيلة أخرى داخل لجان الامتحان بغرض الغش أو الشراء في الغش. كمان تصحيح الامتحانات الورقية داخل المدرسة في سرية تامة وإعلان النتيجة لجميع الطلاب إلكتروني وورقي في آن واحد. كمان إذا تغيب الطالب بعذر مقبول عن امتحان الفصل الدراسي الأول في مادة أو أكثر يعقد له امتحان تكميلي في الجزء الذي تمت دراسته خلال الفصل الدراسي الثاني فقط. في حال وجود أكثر من مادة امتحانية في اليوم الواحد وتغيب الطالب عن أداء الامتحان المادة الأولى يحق له أداء الامتحان في المادة الثانية لذات اليوم، فضلاً عن اتباع كافة الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحان إلكتروني وورقي. يبقى باختصار شديد زي ما قلنا لكم في بداية نشرتنا الإخبارية إن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أصدرت تعليمات مهمة بشأن امتحانات الترم الثاني لطلاب أولى وثانية ثانوي، حيث تعقد الامتحانات يوم 6 مايو المقبل إلكتروني، وهتعقد ورقيا لأي طالب يتعرض التابلت الخاص به للعطل. كمان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حذرت من اصطحاب التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والأقلام السحرية داخل اللجان الامتحانية للحد من الغش الإلكتروني والجماعي، وإن الوزارة هتعمل على تطبيق إجراءات عقابية على أي طالب غشاش لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. مشاهدي ومتابعي تلفزيون الوطن في كل مكان، بكده تكون انتهت نشرتنا الإخبارية. شكرا لطيب المتابعة.